وقف مشان الله، أنا ما عاد فيني أمشي، يلا خلينا نرجع على البيت. يلا ارجعي خيرية، لا تضلي لحقتيني هيك وتخليني عصب. كأني نسيان الموبايل بالبيت. كوكسال ليك، شفت شلون إنك غلطان بحق البنت؟ شوفت عينك هي معتوجة. علي؟ علي؟ سيفتا؟ أهلين، وين كنت؟ اشتريت شوية أغراض وهلأ رايح لعند بابا توغرود. أنتي جيتي لنواحي بيتي الصبح يعني؟ لا، أنا بس كنت جاي لعند توجي، ولما مرقت من هون ما شفتك. طمني كيف صارت إيدك؟ منيحة؟ طمني. إيه منيحة، الآنسة دويغو غيرت لي الضماد والجرح عم يتحسن. أها، وين غيرت لك الضماد؟ ما فهمت. يعني جيت على البيت ولا بالصيدلية؟ بالصيدلية. لشو السؤال؟ لا عادي، سؤال. كوكسال شيخي، كنت عم دور عليك، سيفتا اتصلت فيك. شيخي هدى فيردي، شو مانك شايفني؟ أنا هون، يعني ما عاد في داعي تخبره. انت ليش اتصلتي فيني؟ لأنها بتحبك. شو هالحكي هاد هدى فيردي؟ أنا ما حكيت هيك شي. على مهلك يا ولد، رح توع رح توع، دير بالك. وقف وقف هدى فيردي، انت شو عم تعمل؟ رح توع عن زيل. سلام. شي حلو. سيفدا يلا حبيبتي استعجلي، حنتأخر على الكوفير. أنا ما بدي أشغلك أكتر من هيك، بخاطرك. مع السلامة. علي بشوفك. كوكسال، كوكسال مشان الله وقف، خلص تركا كوكسال. بابا تعي لهلا شوف. شو كنت عم تحكي مع هداك الرجال سيف ده؟ بابا انت يلي شو عم تعمل هون؟ انا شو قلت لك بالبيت؟ مو قلت لك ما عاد تشوفي هالرجال مره تانية؟ بابا انا ما كنت جاي اشوفه، كنا رايحين انا وتوجا وسلمت عليه، هي هي كل القصه. ما عاد تجي على هاي الحاره مره تانية لو شو ما صار. عمو كوكسال سيف ده. توجا انت بتعرفي لهداك الرجال؟ قصدك الشيخ علي؟ لا انا ما كتير بعرفه. اسمعي، من هلا ورايح اذا بدك تشوفي سيف ده يا بتجي وبتشوفيها ببيتنا يا بتشوفيها برا هالحاره. طيب بس يا بابا. ما عاد بدي اياكي تجي على هاي الحاره مره ثانيه ابدا، فهمتي شو قلت؟ كوكسال ترجاك لا تعمل هيك، الكل عم يتطلعوا. عمو كوكسال نحن كتير تاخرنا، يلا سيف ده. كوكسال الله يخليك اهدى شوي، شو صار لك؟ كوكسال انت بخير؟ كوكسال كوكسال شبك؟ كوكسال كوكسال انت منيح؟ كوكسال كوكسال شو صار لك؟ عمي عمي انت منيح؟ كوكسال يلا قوم رح اخذك على الصيدلية، يلا تعال تعال تعال. اختي دويغو، اختي دويغو، هذا الرجال قطع قلبه وانا جبته لهون. يلا فوتوا بسرعه، قعدوا هون.
اقعد هون. شلحي جاكيته بسرعة لأسلو ضغط دم. طيب هات إيدك لساعدك. كوكسال يلا شلحه لشوف. السلام عليكم بابا توغرول. وعليكم السلام. منيح اللي اجيت ابني. كنت بدي فرجيك شغلة مهمة وقلت إن شاء الله يجي. شو الموضوع؟ عود بالأول. هاي لقيتها بين الأغراض القديمة من أيام دار الأيتام. افتحها وشوفها، بلكي في شي جواتها بخصكن. شو لقيت شي يا ابني؟ أويغار، خير شو بدك؟ شو القصة؟ الظاهر قتلته للخفاش؟ لأنك تركتني يوم ورحت ما قدرت أقتله. أويغار، بعد الشي اللي صار معنا، إذا كان في حدا بده يحاسب فهو أنا مو أنت. ها، أنا ماني نسيان بإني مديون لإلك بحياتي. إذا كنت بدي أدفع ديوني وأتخلى عن مبادئي، ما عاد في قيمة لحياتي يلي أنت أنقذتها. طيب أنا رح أطلب منك شي سهل كتير تعمله. هات لشوف. أخوها لسيف دا سينان بدي إياك تبعت لي إياه على حارة علي ليبيع فيها مخدرات. ليش عم تطلب مني هذا الشيء؟ بدي فرجيها لسيف دا حقيقة الرجال الوسخ. ما قلت لي قبلان تساويها؟ قبلان رح ساويها، بس أنا لهلأ ما فهمت شو يلي عم تخطط له. عمل مثل ما عم بقول لك ولا تهتم بالباقي. طيب نعملها، بس اعتبر انه بيناتنا ما عاد في حساب وديني اندفع. اتفقنا. أويغار، هالشي ما بيعنينا، بس هاي البنت ما بدها اياك. ليش ملحقة؟ يعني كيف بتقبلها على حالك؟ طيار شكلك ما عم تفهم الموضوع. مو أنا اللي بدي هيك يصير. وشو قصدك؟ في حدا عم يهددك بسلاح؟ اي نعم صحيح، أخطر سلاح بالدنيا كلها هددني، بس مو براسي، هون بقلبي. العشق هو أخطر سلاح بالدنيا كلها. أنا ما فيني أنسى سيف دا بالمرة من دونها بموت. ليش لحتى تموت؟ ما عم أفهم. قرر تنساها بتنساها. الموضوع مو بهالسهولة. أنا لحتى أنسى سيف دا حاولت شهور وقسيت على نفسي لسنين، جنيت وكسرت وطبشت وحرقت كل شيء، كل شيء نسيته، ولك حتى اسمي، بس ما قدرت انساها بنوب.
قمت كل شي من قلبي وضلت هي جواته. طيار أنا محكوم علي بالحب وما بعرف شي غيره بنوب، وما في شي بيهمني أبدا ولا شي. لما تحللي موضوع سنان خبرني. قال محكوم بحبها لسيفدا، العمش وغبي يا رجل. أنا دائما بتحكم بقلبي وكأنه مسبحة بإيدي، وبحياتي ما لحقت بنت. إذا كانت هي عم ترفضني وما بدها ياني، في شيء اسمه كبرياء الرجولة، صح ولا لا فيدات؟ ايه صح مزبوط. اها فيدات، خلينا نحل هالقصة ونتخلص من فضل هالزلمة. لاقوا سنان وخدوه على هداك المكان، ونحن حنروح لنفهم الشيخ ما يتدخل بشغلنا ونفهمه غلطه حتى ما يرجع يطلع بوشنا. يلا